بو مدرب الفريق والتومي ستشارك في البطولة الثانية للرياضة الودية من منتخبات عربية. إذا تنطلق المباراة وليد لن ينسى لأجمل الذكريات التي لقضاء رفقة الفريق الأحمر والتتارة أن يفتح صفحة جديدة في مشواره. أول مرة سيشارك في رياضة كأس أجل استعداد رياضة كأس أمم أفريقيا العرضية. فرصة للنخبة الوطنية لفوزير لسيرب دير الكرة فتي جيمان يختار فتح اللعب المقاس طريقة جميلة يحيى عطية الله فرصة من جانب يحيى عطية الله تدر يعني قلت العربية كرة تلعب عبر ركلة الركنية لفائدة النخبة الوطنية. اسماعيل حداد فتي جيمان هذه العرضية من الشيبي من عبر وليد أسار ولعب التي فودي وليد أسار وليد تصنيف الحالي 149 على منتخب صاعد فضل يعني المحترف سواء سعدان. إذا تلعب وليد الكرتي تسديدة ركلة مرمى لفائدة المنتخب القاد على هذا اللعب في خط الهجوم اليوم كرة أمامية فرصة للنخبة الوطنية والإبعاد لبدر بانون عبر من بدر يختار عن الأداء والنتيجة في هذه المقابلة الأولى الودية. تلعب الجهة اليمنى ملعوبة وليد الكرة تلعب أمامية لفائدة النخبة من جالو اللاعب الذي يحترف الدوري الأنغاري العرضية البطانية الروسية فرصة في اتجاه في المد الهجوم للمنتخب الغامبي عبر الكرات الثابتة من القائم الثاني الروسية كانت من جارتوريا أمامية وضعية التسلل إشارة أن العاب وليد الكرتي تلعب العرضية فرصة أخبار وطني لاحظوا العمل كل العمل من الجهة الطرف إدريس فتوحي إدريس استعال الطبق من داب ودنا دائما مثل هكذا كرة سواء عبر الهديف يعني مع انطلاق الكرة أمامية فتي جابا داموسي فبوب لاعب بيسكارا الإيطالي من الخلف لتشرف في سانيان عبر من عبر لمين سار المغربي سعدان من وسط الميدان يحيى عطية الله فتي جابا يختار تمريرة بهذا الشكل كانت طويلة بينية لكن بعيدة وصلت الجهة اليمنى الآن عبر من محاولة تمرير يختار كرة بينية أمامية فرصة مغربية يتمكن المنتخب الوطني المغربي في حدود تقريبا الدقيقة 22 هنا كرة بطريقة جميلة فوز الكر الأول من وليد الكرتي جاء الثاني بلمسة وليد بشكل كبير على هذا اللاعب المحترف الدوري البلجيكي بعدما كانت عنده التجربة السابقة رفقة الفتح هذه محاولة خطيرة فرصة هذه مول فين من الطرف الأيمن لاحظ هنا بعدما كان اصطدام تقدم صور من جربي حيث أن يستغل فرصة وجدت الحارس أيوب الكر لامين فتح العامير الطرف الايسر فتي لاعب عجمير لاعب بيسكارا الايطالي ومن سدد هذه الكره يقف التفوق المغربي في وسط الميدان كره عرضيه في دور مقابل فائده النخبه الوطني لاحظوا تنفذ الركله الركنيه وليد الكرتي فتي جا فوزير العرضيه يعيد الى الخلف ليمين سار بكار ستيف تبادل الادوار بينه وبين لامين فضل الصعوبه التي واجهها كل طرف على مستوى تمكن من الابعاد اذا ضربه خطا لفائده المنتخب الغامبي عبر القائم الاول فرصه تغطيه من وليد وعميد المنتخب الغامبي لاعب سيدا من جانب ادريس فتوحي كره اماميه لبام عمر للوسط ادريس تغطيه المقابله اقل من 30 دقيقه كلف فتوحي يختار كرة بهذا الشكل جميلة عبر الطرف الايسر اسماعيل حداد فتي جمال ينتظر صعود حضر ليحيى عطية تل العرضية من جانب عناصر المنتخب الغامبي ايبو توراي فرجة اليسرى ايبو يتقدم لمين جالو العرضية البحث عن الراسية لفائدة المنتخب الغامبي محاولة تسديد تحضير تسديدة البحث من اجل رفع من ايقاع المباراة من اجل وبذلك متابعة اهداف اخرى كرة تسديدة النوايا الهجومية للمنتخب الغامبي هنا عملية سبع دقائق بالكرة من الجهة اليسرى في اتجاه محمد باداموسي صراع بينه وبين بدر بنون محاولة عدم ترك الفرصة هنا العرضية من محمد الشيبي الشيبي مراوغة جميلة من الشيبي العرضية فرصة البحث عن الروسي الشيبي عملية مراوغة تمويه كان جميلا من الشيبي ثم العرضية لعبت جميلة هذه كرة لفادة إذن نتابع عادة اللقطة الأخيرة كرة على المقاس من الجانب الشيد الحكم لعب ضربة خطر منتخب الوطني العرضية عبر القائم الأول فرصة مرة جديدة يجد صعوبة كبيرة في فرض حضور في خط الهجوم فرصة من الجهة اليسرى حداد البحث عن العرضية بعيدة كانت من اسماعيل حداد لكن كرة من الجهة اليسرى ملعوبة للاستلام في وضعية تسلل من ماندو لامين من جانب المنتخب الغامبي تقدم عبر أبو بكر ستيب أبو بكر إلا ويوسف أبو بوب وصاحبة هو من يقوم بعملية التنفيذ تدخل أيوب بكر محاولة تسديد من جانب لامين جالو محمد باداموسي للاستلام باداموسي وصار الكرة الطولية من فتش اسماعيل حداد وصلت لوليد الكرة
ذكرتي اكتشاف وزير ارتكب الخطا بالغامبي نتابع اعاده اللقطه ليكون الهدف الثالث خطا مباشره لنخبر وطن ياساري مدريس فتوحي صاروا الحكم بدون زياده على مستوى الوقت بدري ذكرتي في حدود دقه بهذا افيد الجوله الثانيه رفقه المنتخب قبل ذلك اتبع المحاولة فائدة المنتخب الغامبي ثم سيسر محاولة تحضير استلام جارمو سابارو عادت من جديد الثاني منتظر ان يكون افضل بالنسبة للمنتخب الغامبي اولد علي بامعمر تقدم عبر الطرف الايمن محاولة فرصة مغربية فرصة الثالث وليد الاولى عمل التمويه من جانب اسماعيل الحداد ثم التسديد الثاني طني على مستوى عملية الربط وكذلك التمريرات لتكون على المقاس بشكل جميل لاحظ منتخب الوطن المغربي خطأ يرتكب بالفعل من جانب حارس مرمى المنتخب 13 مليون يورو قادما من أتلانتا لفائدة بداية الشوط الثاني بادر المنتخب الغامبي لكف الثالث هنا تلعب الكرة أمامية عرضية عبر من عبر القائم الثاني منتخب الغامبي تتمكن من افتكاك الكرة العرضية فرصة غامبية فرصة غامبي لعبت بشكل جيد من طرف إذن موسى يحاول التقدم الآن من جانب عبد ولي جلو تمرير الكرة لاحظوا على مستوى دوران الكرة على مستوى الثالث لكن قلت هناك مؤشرات في الأسماء التي دخلت في الشوط الثاني سيكون أداء تلعب تباس ضربية جانبية طويلة أمامية في اتجاه وليد الكرتي للاستلام من وليد محاولة الحصل على مخالفة هنا فرصة الهدف الرابع للمنتخب الوطني فرصة الرابع جول مثل هكذا اوتوماتيزمات وميكانيزمات تواصل المنتخب الوطني التعامل مع الكرة للنخبة الوطنية الغامبي عن المنتخب الوطني ملعوب من الشيبي الشيبي فوزير فرصة دقيقة بعد ذلك في حدود دقة 57 الشيبي فوزير حافظ على كرته بطريقة جميلة في مرمى فريق الغامبي فريق ريال فالادوليد لاعب سايدي تشانكو يعني تحدث الشوط الاول امنح الفرصة لبعض الاسماء اكبر لكن المنتخب الوطني المغربي هو من يفاجئ المنتخب الغامبي النهيري كذلك المساوي عمرو وسط الميدان مفتوحة فتح الامير الجالي من الاستلام عمرو سايدي تشانكو اهداف اخرى من جانب النخبة الوطنية بدر بنون تصل الكرة قد تكون مكلفة في بعض الأحيان حسين عموت من الطرف الأيسر ملعوبة للنخبة الوطنية حياتي الله عادت لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.